السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءات. حلقة اليوم بعنوان النهر المتدفق إلى السماء. زاد حماسي لإكمال كتاب متجر كل الأشياء The Everything Store عن أمازون، بالتحديد عن مؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق جيف بيزوس، بعد خبر نجاح اختبار مركبته الفضائية نيو شيبرد. بيزوس وإيلان ماسك من سبيس إكس وريتشارد برانسون من فيرجن جالاكتيك يصنعون تحولاً تاريخياً مهماً بتحويلهم سباق الفضاء من الحكومات إلى ساحة رواد الأعمال والتقنيات. بيزوس مولع بالفضاء منذ صغره، في كلمة التي ألقاها في حفل تخرجه من المرحلة الثانوية حيث كان الأول على مدرسته، ذكر فيها أنه يحلم بنقل سكان الأرض إلى محطات تدور حول الكرة الأرضية لتبقى الأرض كمحمية طبيعية ومتنزهة للجميع. من الملفت للنظر أن معظم محبي الفضاء اللي صنعوا تحولات تاريخية فيه كان ملهمهم كاتب الخيال العلمي جولز فيرن، وقد سبق أن أشرت إلى ذلك في حلقة سابقة بعنوان استكشاف الفضاء انطلق من صفحات رواية، اللي ما سمعها يروح يسمعها. كان مصدر الإلهام الثاني لبيزوس هو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اللي على حد قوله ألهمته منذ أن كان طفلاً عمره 5 سنوات وهو يشاهد هبوط أول إنسان على سطح القمر. ويقول اذكر لي مثال عن أي مؤسسة حكومية يمكن أن تلهم طفلاً في هذا السن. يعد بيزوس ناسا كنزاً وطنياً ثميناً لما قدمته لعلماء استكشاف الفضاء من أدوات مجربة يستفيدوا منها في سعيهم الحثيث نحو الفضاء. ويؤكد بيزوس بأن رغبته في الوصول إلى الثراء منذ صغره هي لتحقيق حلم السفر إلى الفضاء. بعد تخرجه من جامعة برينستون وعمله في وول ستريت، رأى كيف ستغير الإنترنت العالم، ففكر في تأسيس متجر لكل شيء الذي أصبح فيما بعد أمازون. كان اسم كدابرا هو الاسم الأول اللي فكر فيه بداية، ثم قام بحجز نطاق relentless.com واللي لا يزال نشط واللي يحب يجرب يجرب، لتأسيس متجر الكتب الإلكتروني الذي غيره بعد جولة سريعة في القاموس إلى أمازون كأكبر الأنهار المتدفقة وأكبر متجر إلكتروني في العالم. أسس بيزوس بعد ذلك شركة بلو أوريجين عام 2000 بشكل سري، وذلك حتى قبل أن تحقق أمازون أرباحها، وقسم وقته بين الشركتين. لم تستمر السرية الوقت طويل حول مشروع الفضائي، فقد اكتشفه مراسل لنيوز ويك الفضولي، وذلك بالصدفة عندما لاحظ تسجيل شركة في سياتل في مجال الطيران وتبحث عن موظفين، فبحث عن عنوانها ووجدها في مستودع في سياتل في المنطقة الصناعية، ولم تتأكد لشكوكه إلا بعد أن فحص حاوية النفايات خارج المستودع وخاطب بيزوس بعد ذلك، والذي كان رده بأنه بعض ما تقوله صحيح وبعضه غير صحيح، لكن لن أتمكن من التعليق حتى يكون لدينا منجز نطلعك عليه لاحقا إن أحببت. منيت محاولات بيزوس بفشل تجربة إطلاق مركبته في عام 2011، ونجح في 2012 في اختبار إطلاق كبسولة المسافرين واسترجاعها. في يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015 نجحت تجربة إطلاق وهبوط الصاروخ من جديد على الأرض بسلام ليعاد استخدامه، مما يعد بتقليل تكلفة السفر للفضاء وإتاحته لمزيد من البشر. تبع تلك التجربة رحلة أخرى يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 شارك فيها جيف وشقيقه مارك، وحقق فيها أمنية السيدة الثمانينية وولي فانك المؤهلة للصعود إلى الفضاء رغم محاولاتها السابقة، ورافقهم أيضا طالب الفيزياء أوليفر دايمن. أصبح جيف بيزوس بعد ذلك ثاني ملياردير يصعد إلى الفضاء بعد ريتشارد برانسون في سباق الفضاء. كما غيرت تلك الرحلة اتجاه نهر أمازون الافتراضي ليتدفق نحو السماء.